السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي قدام حضراتكم ده ميزان الإنسانية، والتلات أطفال دول بولا وبيتر وجرجس، أولادي اللي خلفتهم ورضعتهم وسهرت على تربيتهم، وعلشان تركت المسيحية واعتنقت الإسلام راح بتوع المحبة أخدوا التلات أطفال دول وحطوهم في دار أيتام مسيحية، وعلشان كده قلت أسلك المسلك القانوني، رفعت قضية لضم أطفالي، وبالفعل حصلت على حكم ضم أطفالي القسم، وساعة تنفيذ الحكم ما كانوش الأطفال في بيت أبوه، علشان كده جهات التنفيذ قالت لي اعرفي مكانهم مبلغين، وطبعا هم بقى حطوهم في دار أيتام مسيحية بدون تسجيل رسمي في الدار علشان محدش يعرف مكانهم، علشان كده اضطريت أعمل شكوى للنائب العام ضد أبوهم إنه منع تنفيذ حكم قضائي، ولكن لم يتم الرد. وبما إني أم يهمني مصلحة أولادي في إنهم يتربوا مع أخواتهم في بيت أسري علشان نفسيتهم ما تتعبش، قلت أعمل فيديو ووجه رسالة لأبوهم لعله يحس على دمه شوية ويطلع الأولاد من دار الأيتام ويربيهم مع أخواتهم البنات، ولكن ولا حياة لمن تنادي. وهنا بقى طلعوا أدعياء المحبة والإنسانية وكلموني إني أرجع المسيحية وأسافر برا مصر واتبلع على المسلمين واقول لهم انهم اخذوني بالعافيه مش بارادتي واجبروني اعمل فيديوهات في قناتي تحت التهديد. هنقول ان هم خدوكي بالعافيه وعملوا مش هتقولي راحه بارادتك برضو، انت هتقولي هم خدوكي وخلوكي تعملي الفيديوهات دي وتحت تهديدات. افهمي، ما هو ما ينفعش انا راحه بمزاجي وبعد ما راحه بمزاجي خلاص انا رجعت. لا، ده انا اتخطفت واتقلي بقى. يعني حضرتك بقى بتحرضيني على الكذب وبتحرضيني ان انا اقول على المسلمين انهم خطفوني وبهدلوني وعذبوني واجبروني ان انا اقول الفيديوهات واجبروني ان انا اطلع في القناة واقول الكلام ده كله. ده انت كده بتحلمي بقى. هنا بقى اتضح انهم حاطين ولادي في دار ايتام علشان خايفين عليهم مني وعقاب ليا اني سبت المسيحية، وكمان اتضح ان المسيحية ما فيهاش انسانية وفيها عنصرية وتعصب اعمى. ودي قصة التلات اطفال دول اللي خايفين عليهم من امهم المسلمة، مش مهم نفسيتهم انهم يتربوا في دار ايتام. اما بقى الطفل المسكين ده اتربى مع اسرة بيقولوا انها اخدته من كنيسة وهو طفل رضيع، وعملوا له شهادة ميلاد ونسبوه لنفسهم، وده في حد ذاته جريمة مكتملة الاركان بسرقة الطفل بمساعدة كاهن الكنيسة على حسب رواية الأسرة. ومهما كانت المبررات والدوافع لتبرير الجريمة من إن الطفل لقيوه في حمام كنيسة أو قدام الكنيسة، إن ده بيعني إن أبوه وأمه مسيحيين وإن الأسرة اللي لقيته وربته أحسن تربية، كل ده للتغطية على الجريمة. فإيه اللي يثبت إن أبوه وأمه الحقيقيين مسيحيين؟ مش يمكن الطفل ده اتسرق من مستشفى؟ وليه لما لقيوه في الكنيسة ما بلغوش اسم الشرطة لإثبات الواقعة علشان حتى يبرقوا نفسهم من القذف أو السرقة؟ وليه طلعوا له شهادة ميلاد مزورة باسم شنودة علشان يكون ابنهم؟ فكون الأب والأم اللي لقيوه وربوه أحسن تربية وصرفوا عليه كويس ما يعفوهمش من المساءلة القانونية لسوء النية في إثبات إن الطفل مش طفلهم ليهم، حتى وإن كان الطفل المسروق ده مسيحي برضو ما يعفوهمش من العقاب. وبالرغم من كده إلا إن النيابة ما اتخذتش أي إجراء ضد الزوجين اللي سرقوا الطفل، وقالت إن كان عندهم حسن نية وجهل بالقانون. واضح إن مقولة القانون لا يحمي المغفلين ما تنطبقش على الزوجين دول. وبعد ما أفرجت عنهم النيابة مش يسكتوا، لا، دول طلعوا في معظم وسائل الإعلام الدولية والمحلية وخاصة القنوات التنصيرية ويحكوا حكايتهم. يا حرام، إزاي ياخدوا طفل من أب وأم ربوه؟ وإزاي طفل زي ده يتربى في دار أيتام؟ وفين الإنسانية والرحمة يا عالم؟ طب ما أنا أطفالي دول برضو في دار أيتام ومحدش بينادي بخروجهم من الملجأ اللي هم فيها، ولا شنودة يعني على راسه ريش علشان عم فاروق المسيحي؟ وبكده نوصل لنتيجة إن الإنسانية اتجزأت لصالح المسيحية فقط، فأولادي دول حطوهم في دار أيتام علشان ما يبقوش مسلمين، والطفل ده ما ينفعش يتحط في دار أيتام علشان ما يبقاش مسلم. فالتعصب الأعمى غطى على عينيكم وقلوبكم يا شعب المحبة الكذابة. أما أنا أم حقيقية حملت وولدت ورضعت وسهرت على تربية الأطفال دول، فإزاي تسرقوا مني أولادي كده بكل بجاحة؟ والأم المزيفة سرقت طفل مش من حقها، ومع ذلك وقفتوا معاها علشان هي مسيحية.
أما الأم الحقيقية المسلمة فما فيش أي رحمة في قلوبكم المليانة بالغل والحسد ناحيتها. فين الله محبة؟ فين التسامح؟ فين الإنسانية؟ يا عديم الإنسانية والمحبة والتسامح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.